اهلا وسهلا فيكم متابعينا، رجعنا لكم بصباحك مسك مشوارنا بساعتنا الثانيه. بلش مثل ما خبرناكم بمقدمه البرنامج بفقرتنا اليوم عنا ضيفتين مميزتين، عنا مواهب صراحه حقيقيه هون اليوم شابه وواعده. هن اصحاب ورفقات من مرحله الطفوله، كبروا سوا ودخلوا جامعه وتشاركوا بمشروع مهتم بفن من فنون الزينه، وحتى بلمساتهم الابداعيه استطاعوا انه يقدموا اجمل اللوحات الفنيه والرسومات والاعمال باسلوب جديد مميز. اكيد منا كثار من الاشخاص لفت نظره لوحه عليها ورد مجفف او شيء عليه مثل الورد المجفف، هدول الشغلات اللي صرنا عم نشوفهم مؤخرا كثير بمواقع التواصل الاجتماعي او حتى بالعين المجرده. خلونا نرحب سوا اليوم بضيوفنا بالاستوديو، الصبيه الاولى مرام كرابيلي، تمام، يسعد لي صباحك يا مرام. واكيد بدي رحب بآيا، يسعد صباحك يا آيا. آيا كوجر اهلا وسهلا فيك، ما بعرف اذا لفظت الكناني صحيح. يسعد صباحكم، صباحكم. طبعا آيا ومرام هن اصحاب مشروع A&M ريزن، وهذا المشروع اللي هو عم بحكي لكم عنه مشروع مهتم بفن من فنون الزينه. بدايه خلونا نتعرف على الصبايا الموجودين معنا بالاستوديو، مرام وآيا. مرام وآيا، شو ترتيبه تخربطت بالكنيه؟ ليش ما بعرف، الكناني تركيه الصبايا الاتراكي اللي عندي، بس بتقولوا لي انتم نصكم اتراك ونصكم سوري. خلونا نعرف المشاهدين والمستمعين عنكم. مرحبا، انا مرام، بدرس عماره داخليه باسطنبول، عمري 20 سنه. هلا انا ابوي درس هون جامعه، اجى هون من زمان كثير وكمل هون حياته، ويعني حاليا مستقر. يعني هذا الحكي نحن ما بنقول انه هي موجه النزوح الجديده واللجوء، لا نحن كثير صرنا تقريبا 40 سنه، قبل 40 سنه من 40 سنه هذا الحكي، واستقروا اهلكم هون ودرسوا، وانتم يعني مواليد معناتها تركيا تقريبا. تمام، حلو. نحكي عنك آيا. مرحبا، انا آيا، طالبه هندسه عماره باسطنبول عم بدرس، عمري 20 سنة ما شاء الله. وأنا أهلي كمان، بابا هون درس جامعة وهون تخرج، ونحن ولدنا هون اسطنبول وحاليا عم نكمل دراستنا هون. حلو، إن شاء الله، الله يعطيكم ألف عافية وبتمنى لكم أكيد التوفيق. نحن هون محور حلقتنا هو نحكي عن الفن الجديد يلي دارج، يعني عم تضج فيه صراحة مواقع التواصل الاجتماعي، وعم يتنافسوا فيه كثير من الصبايا والسيدات بمشروع فن الريزين. بداية خلونا نعرف الناس شو يعني فن الريزين يلي انتو اصلا موهوبين بعمله. مين اللي حابب يبلش؟ تفضل. هو فن الريزين هو تعتبر من مادتين، المادة الاولى هي ايبوكسي سائل، والمادة الثانية هي مقولة له. لما نخلط هالمواد سوا فبصير بينهم تفاعل كيميائي. حلو. فهذا الشيء بنتج عنه شيء صلب، يعني بعد ما ينشف فبيشبه مثل منظر الزجاج وكاشف، انه شفاف. ايوه، وهيك بتكون يعني بداية هو بيكون طبقة شفافة أو سميكة، بتصير سميكة. بتصير صلبة سميكة حسب القالب. أيوة، على حسب القالب نحن بنسميكها بتفاعل هدول المادتين اللي حكيتوا عنهم. طيب بننتقل بقى مرام لمرحلة يعني شلون بعدين بيصير مثلا عنا ألوان، شلون بتدخلوا أنتوا ورود بهذا الموضوع، كيف بصير هاي العملية؟ هلا هو بعد ما نحن نخلط المادتين سوا بنخلطهم شيء 5-6 دقائق لحتى يتخاطوا بين بعض. تتركوهم هيك مخلوطين يعني مثل كأنه ملوعين؟ جوا كاسة. جوات كاسة. أيوة. يعني بكون في معيار لإلهم. تمام. فبعد لازم نضبط عياره، لأنه إذا حسب العيار ممكن ما ينشاف ممكن هذا، فلازم على ميزان حساس نضبط عيارهم. كله بالمعايير دقيقة. كله، لانه اي غلطه ممكن ما ينشاف، ممكن ما يزبط مثل ما بدنا. فبعد ما نظبط عياره بنحط القالب، او مثلا الفكره اللي ببالنا بنحط القالب، بنحط الالوان بدنا نخلطها، او مثلا اذا في زينه في ورد بنحطه كله ومنثبت عليه، نسكب عليه الماده هي. وبده ينشف بعد فتره، بده ينشف 24 ساعه تقريبا، او تقريبا 24-48 ساعه. بعد ما ينشف بنطالع من قوالبهم، في بعض القوالب عملية التنشيف بتحطوا شيء مثلا ببرادات فريزر ولا خارجي؟ هو لحاله ينشف. ايوه تمام. وبعد ما ينشف بنطالع من قوالبهم، مثلا في بعضهم حوافهم بكون حادين فبنحف حوافهم. تمام، حوافهم، او مثلا في بعضهم حواليهم بدنا نزينهم، نكمل تزيينهم.
وهيك يعني بعد ما نخلص تزيين نكون جاهز الموضوع منغلفه ونعطيه لصاحبه. حلو حلو كتير هذا الكلام. هلا بس يعني نحن بلشنا نعرف شو هي خطوات فن الريزن يلي يعني انتوا عم تبلشوا تشتغلوا فيها وتصمموها لاشخاص ممكن. طيب هو هذا الفن يعني كثير من الاشخاص ما بيعرفوا كيف انطلق، وين كانت بداياته، كيف فجاه نحن كناس عم نتصفح المواقع فجاه يعني صارت في كثير ناس خبراء فيه، حدا عنده معلومات عن هذا الفن؟ هلا اول شيء هو انتشر بالولايات المتحده واستراليا وكندا. كانت البدايات هناك فالبدايات هناك يعني كصحون الكوسترز وهيك هناك اول شيء بلش. انتشر هناك بعدين شوي شوي بلش يجي على تركيا. حلو. وهذا الايبوكسي يعني هي الماده بيستخدموها بالخشب مجالات ثانيه الاوتو باركات لانه هي ماده شفافه. ونحن لانه عم ندرس عماره وهيك فكنا بنعرف هي الماده انه بيستخدموها بالاوتو باركات وهالمواد. حلو حلو. وهيك بحثنا عليه وشفنا انه هذا الشيء ما موجود كثير بتركيا لسه ما له منتشر كثير. هي النقطه اللي جاي احكي فيها يعني انتم شلون بقى بلش يعني عندكم انه هذا الفن فن جديد عندكم دراستكم اصلا يعني انت عم تقولي انه في عندكم العديد من المواد بتمرق على راسكم العديد من المجسمات يمكن بتشوفوها بتشتغلوا فيها، كيف خطر على بالكم انه تبلشوا تشتغلوا على بهذا المجال بتركيا هون؟ هلا هو الصراحه نحن كل الفصل الماضي كنا عم نعمل استاج للعماره يعني فشفنا هالمادة عم بكتبوها على الأرض، نحن جد تعرفنا هداك الوقت عن جد ما كنا بنعرف المادة. أيوة حلو حلو. فشفناها عم بكتبوها على الأرض مشان يعطي لمعان. فبعد ما بحثنا عن الموضوع اكتشفنا إنه هو مجاله كتير واسع. حلو. يعني بيعملوا على الطاولات على الأراضي وعلى الكوسترات وكتير أنواع. فشوي شوي لما بحثنا وشفنا فيديوهات شفنا هالمجال موجود برا كتير كتير، يعني تركيا في أمثلة بس مو هالشيء مثل برا. فحبينا نبلش بهيك شيء نشوف الوضع هيك وحاولنا وجربنا يعني الحمد لله. هلا معناتها هلا انتو حاولتي وجربتي هي لحالها بدها يعني بدها حلقه ما هيك بدها سرده هون حاولت وجربت معناتها في بعض المواقف صارت معكم انه عن جد ما زبط معكم الشغل فشلتوا اذا فينا نحكي هون شو هن اصلا المواقف كتار ولا قلال وبعدين كيف كان عندكم حافز لانه لا تضلوا تجربوا حتى توصلوا لمرحله الحفاظ على المعايير اللي بتوصلكم للنجاح. هلا الصراحه اول ما بلشنا على هذا الشغل وهيك بحثنا عليه وهيك كان بدنا ندخل مادي ثاني لهذا الشيء فلما بلشنا عليه اول صعوبه اللي واجهناها انه عم نشتغل بالبيت وهي الماده اذا انكتت على الطاوله او على الارض فما بتروح وبتخرب الطاوله نقطه صارت معنا هيك مشاكل وخربوا اهاليكم طلعوكم من البيت بس الحمد لله بتحملين لهلا على المستور اول قالب سويناه ما بنسى تحترق معنا ما صار معنا ما صبت معنا يعني وصل لمرحله الحرق هي الحرق كيف يعني بيكون يعني من فوق هو بعد ما مشان يتنشف وهيك اول خمس دقائق بمثل بخاخ نار أيوة. بمشي فوق لحتى شوي ينشف بعدين بترك 24 48 ساعه لحتى ينشف نعم فنحن شوي كثرنا هذا البخاخ النار خرب زعلنا انه ما زبط معنا وهيك بس ما تركنا رجعنا عدنا مره ثانيه برافو برافو اشتغلنا عليه لحتى نقدر نطور حالنا الصراحه من الصعوبه الثانيه انه نحن ما عم نقدر نعطي وقتنا كثير لانه عم ندرس عماره فعم نحاول نخصص وقت لإله ووقت لجامعتنا كمان هدول الصعوبات اللي واجهناها كتير عم نحاول نحلها عم تحاولوا هلا هو مزبوط موضوع الموازنه دائما يعني في اولويه رقم واحد خليني احكي انه دائما اولويتكم هي الدراسه يعني يمكن المتابعه بهذا المجال بتقولوا انه رح يجي له وقت اكثر لكن اذا بدنا نحكي عن موضوع خطر على بالي وهو اذا بدنا نعرف كيف بقى انتم بتشتغلوا بهذا المجال هلا انتم حكيتوا لنا بالضبط كيف في المراحل لكن انه اذا اجاكم طلب والطلب هذا كيف بيجي يعني مثلا كيف عم يتواصلوا معكم الاشخاص بيتواصلوا معكم عن طريق صفحاتكم او ارقام معينين او مثلا من خلال المشاهدات والعلاقات كيف بيتم هذا الموضوع هلا هو اول شيء احنا بالبدايه فتحنا الصفحه على الانستا حلو. حاليا ماشيين على حسابنا الانستغرام فتحنا بعدين من حوالي اللي هي A&M Reason تمام ففتحنا الحساب فبعدين من حوالينا اول شيء من الناس اللي بيعرفونا صاروا يطلبوا ونحن
حسب طلبه. مثلا عندنا صينية خطبة كان بدها تنشف الورود تبعها انه ما يتبلوا، فهي صينية ورودة يعني. هلا نحن هلا شايفين مثل ما شايفين الصينية هون تقريبا في عنا، هلا هي رح افتح انا هي معلقة، هي بتكفي ولا هذه الصينية هي اكثر؟ هلا يعني هي الاساس ما هدول الكوسترات تبع الاحوال. ايوه هي عبارة عن شيء تجميلي او تكميلي. على كاميرتي هي هي، شوفوا جمالية يا جماعة هالصينية رائعة. يعني هلا نحن عم نشوف يعني شيء صلب، نحن عنا شيء صلب وعنا الورود المجففة اللي هن أكيد أنتوا باخين عليهم شيء بحيث ما يتبلوا. لا هي هاي المادة هاي المادة يلي نحن هلا عم نشوفها. لا هي هاي من ورود خطبة رفيقتنا، فحبت تنشفهم بطريقه معينه. اه برافو، لحتى تضل انه محفوظه كذكرى. ممتاز يعني ممكن تحط ستاند، ممكن تستعمل هدول تقديم قهوه كوسترات. ها ممتاز ممتاز. طب هلا نحن نبلش نشرح شوي عن هدول الاشكال اللي هون. مثلا هي نفس الفكره اذا ما هيك خلينا نحكي. هي لفتت نظري كثير، شوفوا يا جماعه الشكل. حافتح انا هيك كمان نفس الوقت نحكي عنها يا صبايا. صراحة مثلاً أيام نجتمع أنا ومرام لحتى مثلاً نشوف أمثلة على النت نحاول نطبقها. حلو. فهذا مثال من يعني شفناه من النت وهيك عدنا تقريباً مرتين ثلاثة لحتى ضبط معنا. لحتى طلع بهالجودة. هلا هي هيك لازم أمسكه ولا ما بتفرق؟ وين المكان أحلى؟ أيوة هذا الحواف أصبط هون بتصير. أيوة فهي الشكل هذا كيف بيكون من الداخل؟ هي نفس الشيء وقت هو صار نفس الشيء، يعني بنحط نحن هالقطعة الذهبية بالنص ونحط الأحمر حواليه ونرجع نسكب الشفاف السائل اللي هو إيبوكسي. ها وهي هي مثل ما قلتي هي هون المعايير بحيث إنه هذا الشيء حتى الشيء الشفاف اللي هون عم يطلع مضبوط تماماً. وإذا لاحظتي مثلاً بين كل قطعة وقطعة بيختلف شكلها، يعني إحنا مستحيل نقدر نضبط بين وحدة ووحدة نفس الشيء يعني. هو يعني دائماً بيختلف، يعني نعمل هالشيء خاص للشخص اللي بده إياه. أيوة تماماً. أنا حابة بس أخذ هي كمان، هي من الصور الأشكال الجميلة جداً للغاية. نحكي هلأ هذا شوي عن الاندماج هون أو التدرج بالألوان. كان مقصود يعني أنتوا كنتوا مثلاً حاطين بالكم إنه نحن قصداً بدنا نخلي مثلاً الزهر أكثر. هلأ في هيك تصميم وحدة رفيقتنا مرة طلبت منه فحاولنا نعمله، كنا أول تجربة إنه ضبط معنا. صرنا نجرب غير ألوان إنه كيف عم صير الدمج بالألوان وهيك. برافو. وهو هي المادة مثلا في عنده مثل منفخ هواء فأنا لما أعمله فهو بدمج الألوان سوا. أيوة تمام. أيوة يعني في عنا في مثل في آلة. هلأ أنا كنت جاي أسألكم صراحة إنه شو الأدوات اللي أصلا أنتم بتلزمكم؟ هاي نقطة. النقطة الثانية إنه كيف أنتم عم تقسموا أدوار، يعني الأدوار العمل، ولا أنتم اثنين بتتشاركوا مباشرة؟ يعني بالبداية مجتمع. أيوة بلش تحكي. هو انه كيف بتقاسموا الادوار هي شغله، والشغله الثانيه انه شو ادواتكم المطلوبه. هلا الادوات اللي بنحتاجها، نحن بنحتاج قوالب لحتى نعطي الشكل اللي بدنا اياه. بنحتاج مثلا حسب الزينه، ممكن ورود، ممكن هدول القطع الذهبي، ممكن اقلام. أيوة. مثلا ممكن كمان حسب طلب الشخص ممكن نطبع فوق مثلا رسمه او اسم. حلو. او كتابه. وفي مثلا في ناس مثلا يكون بدون صينية خطبة، يكون مثلا بدون احرف معينة باسمائهم اسم العريس، فانه هيك يعني. بس هو اهم شيء القوالب والمواد، وحتى كمان نستخدم بخار تبع النار مشان ينشفهم او مثلا يدوجهم. وهيك يعني. حلو هدول هن الادوات. هلا عن تقسيم العمل، كيف تقسموا العمل؟ تقسيم العمل بلش اول شيء باجتماع بينكم تجينا الطلبية. شو هلا كنا عم نشتغل مشترك يعني حتى بالجامعه باي شيء، فهذا العمل كمان مشترك، هي بتجي لعندي وانا بروح لعندها. برافو. نتشارك سوا يعني، نطلع سوا اذا في عندنا طلبيه لبرا بنوصلها سوا او اي شيء مشترك بحتاجه فنحن سوا. حلو حلو كثير. طيب هلا نحن اذا بدنا نحكي يعني عم تقولوا لي زباين وطلبات ورفقات، في عندكم زباين يعني بلش مشروعكم كاي اند ام ريزن اللي هو هلا خلينا نقول مشروع شاب، بلش عن جد يلاقي اصداء وزباين وعملاء اذا فينا نحكي وطلبات كثير، ولا لسه ضمن يعني الانطلاقه اذا فينا نحكي؟ يعني تقريبا بالانطلاق ومستمرين شوي يعني. هلا الحمد لله بعد مثلا صينية الخطوة هاي نزلناها في مثلا ثلاث أربع رفقات مخطوبين أجوا هن كمان بدهم الطريقة. هو حسب الموديل بننزله، في ناس بيعجبها فبتطلب منه، بس الحمد لله يعني هلا ماشيين يعني. ممتاز ممتاز ما شاء الله. يعني أكيد في عندكم شغلات ممكن تكون يعني ممكن لسه تخترعوه، يعني طالما انتم فتوا بهذا المجال فاكيد مجال الابتكار وارد. هو مجال واسع كثير وعم نحاول نجرب قدر الامكان وعم نحاول نفتح فرصه لانه نشتغل اكثر
ونطور حالنا فيه. حلو. طب هلا يعني السؤال اللي بيطرح نفسه انه ممكن يا ترى هذا المشروع لسه انتم تكتفوا بجهودكم انتم اثنين ك يعني مرام وآية، ولا لا انتم ممكن بحاجه لفريق عمل لاحقا ان شاء الله يصير في عندكم فريق اعمال وبالتالي انه يتوسع شغلكم اكثر؟ هلا حاليا ما محتاجين، عم نمشي فيه لسه ضمن المقدور. ايه بس بعد فتره مثلا بدنا توصيل او هيك قصص اذا كثروا الطلبيات فمحتاجين مثلا حدا يوصلنا. ممكن مثلا في مثلا قطع معينه لازم ناخذها من اماكن معينه نحتاج في حدا يجيب لنا اياها، بس ممكن لبعد فتره بس حاليا لا. ايوه وفي نقطه كمان جت على بالي، يعني عم تفكروا مثلا تاخذوا مكان غير الشغل بالبيت؟ يعني هلا ذكرنا من الصعوبات اللي انتم عم تواجهوها انه بعض المواد بالفعل خطره، يعني مو خطره خلينا نقول ممكن عم تسبب ضرر بالبيت والمنزل، ممكن الاهل كمان بلشوا يتململوا من هالكركبه اللي ممكن تطلع احيانا ببعض البدايات بهذا المشروع. حابين مثلا او مفكرين لاحقا انه عن جد تاخذوا مشروع، تاخذوا ولو مكان صغير مستقل او تخصصوا حتى ببيتكم مكان مستقل لهذا الشغل؟ صراحه كثير متمنى نفتح مثل ورشه صغيره، لانه هي الماده لها ريحه كثير قويه. نحن عم نضل نستخدم ماسكة مشان ما نتضرر او هيك من هالريحه، ودائما مثلا كل ما نجي نفتح الورشه مره ثانيه نرجع نضبها نرجع نفتحها. أيوة. فبالنسبه لنا صعب كمان نفتح ونضب، فحابين طبعا ناخذ ورشه بس حاليا بالامكانيه. بتقولوا انه مثلا ممكن نخلص المرحله الدراسيه يمكن هي عم تاخذ يعني مجال كثير من وقتكم، بالتالي انه لتخلصوا دراسه يمكن افضل. طيب اذا بدي اطرح سؤال كمان مهم جدا، وهو انه نحن بنعرف السوق التركي وانتم اصلا صبايا اتراك، بتصور السوق التركي يمكن فيها هذا النوع من الفن؟ ما بعرف اذا انا يعني ما كثير صراحه بحثت، لكن حسب اطلاعكم حسب خبراتكم حسب تواصلكم حتى ببحثكم حتى لتشوفوا نماذج يصير في عندكم نوع من انواع الابتكار والتحفيز لهذا الموضوع، شو وضع السوق التركية بهذا الفن؟ وهل بتفكروا تشبكوا مع حدا من الفنانات ممكن أو الخبراء بهذا المجال لحتى تشتغلوا معهم يعني إيد بإيد أنتوا بهذا المجال؟ الصراحة لما قعدنا بحثنا من الموضوع وهيك بتركيا يلي عم يشتغل بهذا المجال عم يشتغل بشكل منيح، بس أشكال كتير عادية يعني ما لهم كتير متطورين، بس الأماكن يعني الناس اللي عم تشتغل برا تركيا من الولايات المتحدة كندا أستراليا وهالأماكن، فصراحة عم يعملوا أشكال يعني نحن ما بنقدر نعملها يعني كتير صعبة. طب هات نشوف مثل شو مثلا، يعني عم يتم دمج شغلات ما لها متوفرة عندكم هون ولا لا؟ لا متوفرة مواد متوفرة بس لأنه إيدنا لسه ما متعودة أو هيك فما عم نقدر نطلع، وكتير عم يخلطوا ألوان سوا. أيوة فلسه هو الموضوع كله لازم نجرب ونحاول ونجرب ونحاول نضل يعني نحن كتير في قطع بالصدفة مثلا طلعت حلوة، في قطع كتير مثلا كانت ببالنا وما زبطت أبدا، هو الواحد لازم يضل يجرب ويحاول لحتى يوصل الشيء اللي بده اياه. حلو حلو هذا الكلام. هلا انا يعني بدي اوقف عن نقطه انه بالصدفه طلعت حلوه، هي يعني في هيك بتطلع شغلات مشاريع يعني بالفعل، وخاصه اصلا هذا النوع من الفن مثل ما قلتي يعني انتم بحاجه اصلا لضبط معايير، بس بنفس الوقت ما بتوصلوا لهالمعايير غالبا الا لتجربوا، يعني انتم بتجربوا مره وممكن للمره الثانيه والثالثه بيجوز لحتى توصلوا للمعايير هي اللي بتعمل الدمج او اللي بتعمل. طب البرق كيف فاتها كمان سؤال وجهي؟ حطينا لميع فيها داخل الماده الصلبه يعني كل شيء لا يعني مثلا نحن جوا هسه لما بنجهز جوا كاسه فبنحط فيه كل شيء مثلا القطع الذهبيه الالوان جوا هالسائل نسكبه. ممتاز ممتاز. هلا في ممكن تتعرض هي الماده للكسر؟ يعني هلا احنا ما لنا قابل الكسر ما هي النقطه اللي صراحه بس في ناس قلقين من هذا الموضوع بس ممكن تكون انه اشتريتها تقوم تنكسر هلا او شيء نطمنون. هلا هي مو قابلة للكسر بس حسب المكان تحطيه ممكن تنحني شوي او مثلا على الشمس ممكن تتعرض تتاثر شوي، بس اذا رجعتيها وثبتيها على مكان مستوي بترجع على محلها. برافو ولو هي صلبة يعني. برافو هذا الكلام. طب بصراحة انا مبسوطة ويعني الحوار بيطول بهذا المجال، بس انا حابة منكم كلمة ختامية بمشروعكم، يعني انتم شو هلا مثلا مخططاتكم المستقبليه بهذا المشروع، شو حابين تطوروا، او حتى كلمه ختاميه للاشخاص اللي حابين يفوتوا بهذا المجال. هلا الصراحه نحن اول ما بلشنا فيه كنا كثير خايفين انه ما نقدر ننجح ونترك هذا الشغل، بس جربنا
كمان بهذا الطريق حاولنا نعمل شيء أو نستفاد، وخصوصا نحن إنه عم ندرس عمارة فإيدنا متعودة شوي للرسم للألوان لتناسق الألوان سوا. حاولنا كتير كتير أيام قعدنا نبكي إنه ما زبط، وكتير أيام كبينا قوالب لأنه خربت، بس ما تركنا. يعني هي الفكرة كلها نضل نحاول نضل نجرب ما نوقف، حافز دائما موجود وطموحكم كبير إن شاء الله إن شاء الله يا رب. وغير هيك كمان إذا الناس حابة تبلش هلا ممكن حواليها يقولوا لا، يقولوا تكلفته غالي، يقولوا ما يبلشوا. في تكلفة غالية يعني مستلزمات المواد، يعني في شوية يعني مصاريف إذا فينا مصاريف في. فالحابب يبلش يبلش ما يستنى يعني ما يسمع الحوالي إلا لا هذا يكمل، يعني شيء بده إذا هو بده إياه خلاص يعني لازم يبلش فيه لحتى يشوف إذا حينجح فيه أو لا. هو طريق بده يشوف سمشي. أكيد بده يكون في عقبات لكن لازم يضل ماشي فيه ويستمر لحتى يوصل لطموحه يلي هو عم يسعى له. أنا بالنهاية بدي أتشكركم، هلأ ما بعرف إذا رح أقرأ الكناني كمان غلط بس سامحوني أكيد إن شاء الله يا رب. أنا تشرفت بوجودكم صراحة في الاستوديو وبصباحك مسك آية كوجر ومرام كرابيلي كرابيلي مرام كرابيلي وآية كوجر صاحبتي مشروع A&M Reason يلي حابب طبعا يتابعون على صفحة الانستغرام. كل الشكر لكم لوجودكم معنا ولتشكيكم. أهلا وسهلا فيكم متابعينا، هي كانت فقرتنا لليوم اللي دائما مفعمة بالألوان والحيوية والروح الحلوة. خلونا نطلع فاصل إعلاني ومنرجع بعده لنتابع بفقراتنا، لا تروحوا بعيد.